انا حسبت النفقات التشغيليه الحاكمه زين اللي على الحكومه ان تدفعها، اكو موازنه ماكو موازنه مدفوعه، طيب اللي هي الرواتب والاجور 59 تريليون، حمايه اجتماعيه واعانات ورواتب المتقاعدين 27 تريليون، عندنا مستحقات الشركات النفطيه العامله بجولات التراخيص 14 تريليون، عندنا 14 تريليون فوائد واقساط الدين العام الداخلي والخارجي، وعندنا 10 تريليون اللي هي شراء الحبوب والبطاقه التموينيه شراء الغاز والادويه وما اعرف بعد اكو فقره وياهم، فذني تجمعهم 125 تريليون من 150 تريليون. زين، لا يمكن ضغط سوى يمكن الدين الداخلي نأجله، الدين الداخلي نأجله مو الخارجي، لأن الخارجي معناته ترتب علينا التزامات باعتبار الدين الداخلي يعود للبنك المركزي للرافدية للرشيد ممكن. وعندنا الجانب التشغيل الاستثماري، الاستثماري 46 تريليون 10 منها قروض أجنبية قد تتحقق وقد ما تتحقق. زين زين زين. والباقي هو 23 تريليون مدور من العام السابق و 23 راح يتم اقتراضها من البنك. فإذن هو هذا كله. من نجي هسه أنا أخذت الصورة العامة للموازنة، من نجي إلى التفاصيل لا التفاصيل أكثر سوء. يعني من نجي على هو شنو اللي يطور الاقتصاد؟ مو النفقات التشغيلية الرواتب والإيجار، رواتب الإيجار مدفوعة. استثمارية أكيد. الجانب الاستثماري، شوف المخصصات للاستثمارية للزراعة وللصناعة أقل من 1%. اثنين هم؟ هي طبعًا أقل من 1%، 700 مليار دينار للصناعة وأعتقد 900 مليار للزراعة، أعتقد 700 و900 وإحنا إذا نتحدث 1% 2 تريليون